انتقلت أيضا الاشتباكات في مروي وفي بحري، والآن حسب الأنباء التي ترد أصوات إطلاق النار الكثيف في مختلف أنحاء الخرطوم. خالد عويس مراسلنا من الخرطوم ينضم إلينا عبر الهاتف ويطلعنا على آخر المستجدات المتوفرة. خالد. نعم، أولا أغلقت كل جسور الخرطوم. الآن أرى دبابات للجيش السوداني في الخرطوم بحري. أنا أعود الآن من جسر المكنمير، الآن دبابات للجيش السوداني في الشارع حيث كنت، أكثر من دبابة في حقيقة الأمر تخرج من معسكرات الجيش. قوات الدعم السريع طبعا أصدرت قبل قليل بيانا قالت فيه إن قواتها في أرض المعسكرات في صوبة جنوب الخرطوم تفاجأت بحصار من قبل القوات المسلحة صباح هذا اليوم، ثم بإطلاق الرصاص، وأبلغت الرباعية وأبلغت الآلية الثلاثية وأبلغت عددا من الجهات الدولية وحتى الوساطة الداخلية. عموما الآن قوات الجيش تنتشر في كل مكان، هناك اشتباكات يعني في الخرطوم، في وسط الخرطوم، في شرق الخرطوم، في جنوب الخرطوم، وبطبيعة الحال في مدينة مروي شمال السودان، حيث أفادنا شهود عيان هناك أيضا بوقوع اشتباكات كبيرة. لا يعني بخلاف بيان الدعم السريع لم يصدر بيان من الجيش، ربما يصدر بيان من القوات المسلحة السودانية بغضون الساعة القادمة أو ربما أقل وسط هذه الاشتباكات الكبيرة. هناك طبعا أشير إلى أن هناك حالة هلع كبيرة وسط المواطنين الذين أجبروا على العودة من على الجسور ومن الشوارع راجعين وسائقين. هناك حالة من الهلع الكبير في الخرطوم، أصوات الرصاص في كل مكان. يعني لا أبالغ إن قلت إنني تجولت في أكثر، يعني محاولا الوصول إلى وسط الخرطوم على أكثر من 3 جسور، في كل مكان هناك أصوات اشتباك. الآن أسمع أصوات اشتباك أيضا هنا بشكل كثيف في الخرطوم بحري. يعني يبدو أننا ربما في مشهد أولي، إذا ربما يعني بداية حرب أهلية، ربما بداية اشتباكات كبيرة بين الجيش والدعم السريع. على الأقل هذا ما قاله بيان الدعم السريع، لكن ما أستطيع تأكيده على نحو قاطع وجازم أن هناك اشتباكات واسعة النطاق على الأقل إلى الآن في الخرطوم وفي مدينة مروي شمال السودان.